بما انك دخلت الفيديو ده يا صاحبي، فاحب اقول لك ان انت برنس. ليه؟ عشان هعرفك النهارده ازاي ترجع الارقام المحذوفه، سجل المكالمات وكمان الرسائل حتى ولو محذوفه من سنه. طبعا عارفين قناتنا ما فيهاش كذب، فتابع الفيديو للنهايه لانك بجد هتستفاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ انا خالد الدسوق وفيديو جديد. وكالعادة قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وننزل نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، وواثق ان انتوا اداء وحوش، فانزل تحت اعمل لايك وبس كده. وبجانب برضه عايز تتابعني على فيس، على تويتر، على انستجرام، سيب لك اللينكات في الوصف، انزل تابعني هناك وهتلاقي الجروب بتاعنا برضه على الفيسبوك. اي استفسار او سؤال ولا حاجة، ويلا بينا على الموضوع. يلا بينا. طبعا انت داخل الفيديو بتاعي النهارده عشان ترجع سجل المكالمات او الارقام اللي كانت على الموبايل بتاعتك وانحذفت او الرسائل، فتاكد ان شاء الله مش هتطلع من الفيديو بتاعي النهارده الا وانت مرجعها. ولكن امانه لو رجعت تكتب في كومنت انها نفعت الطريقه علشان مصداقيه القناه بس. ومبدئيا كده احنا هنحتاج تطبيق مساحته 5.7 ميجا بايت، مساحته صغيره وتقييمه عالي 4.3 من 10، ومنزله اكتر من مليون شخص. طيب هتقول لي هجيب التطبيق ده منين؟ هقول لك هتنزل على الوصف هتلاقي لينك هيحولك للموضوع. عايز تقرا الموضوع محترم، مش عايز تقرا الموضوع برضه محترم، اتحمل التطبيق من هناك تحميل مباشر من متجر بلاي. يلا على الشرح عامل. بعد ما بنحمل التطبيق بنفتحه وننزل على الخيار التاني، وبعد كده نضغط هنا عشان نرجع سجل المكالمات، ومن هنا بنختار الوقت مسموح ليك لحد سنة، ولكن هرجع شهر كمثال. وهنا بكتب اسم الملف اللي انا عايزه، لو هيكون خالد الدسوقي. وبعد كده هروح على مدير الملفات، وهروح لاسم التطبيق، هلاقي ملف بي دي اف نفتحه كده، هو ده سجل المكالمات بتاعي يا صاحبي في خلال اخر شهر. ولو قربنا كده كمان هنعرف هل انت اللي رنيت ولا هو اللي رن ولا ايه اللي حصل. اعتقد مفيش احسن ولا اسهل من كده. وبكده نكون رجعنا سجل المكالمات. نرجع بقى الارقام اللي كانت على الموبايل بتاعتنا وانحذفت. يلا بينا. برضو يا صاحبي من خلال التطبيق ده وبنضغط على الخيار التاني، ومن هنا برضو بنحط اسم الملف اللي احنا عايزينه، بيظهر لنا اعلان، هنكنسله وبعد كده نكمل، وهنسميه مثلا خالد دسوقي واحد عشان يبقى في فرق ما بينهم، وبنضغط هنا ونستنى ثواني، وبعد كده نروح لمدير الملفات كالعادة. ونروح للتطبيق، بقوا ملفنا وخالد دسوقي واحد هناك اهي، نفتحه كده بنلاقي يا صاحبي الارقام دي زي ما قدامكم كده. ولكن للامانه يا صاحبي انا جربت الطريقه دي على موبايل سامسونج وموبايل هواوي. موبايل سامسونج جاب من سنه ورا، ولكن موبايل هواوي ما جابش الا شهرين ثلاثه. فاين كان موبايلك اضمن لك على الاقل شهر، يعني اقل حاجه خالص، واعتقد ان انت مش محتاج اكتر من كده. فيا ريت تنزل تكتب في كومنت دلوقتي كان موبايلك نوعه ايه وجاب لك كام شهر ورا. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابك. ما تنساش اللايك وشير الفيديو في كل مكان، ده اكبر دعم لينا. سبسكرايب للقناه مع تفعيل زر الجرس، ولو عندك وقت عايز تتفرج على فيديوهات تانية اتفرج على فيديو من الفيديوهات ديت هتعجبك جدا. والسلام عليكم.